توجهت الجهود الاقتصادية المصرية نحو تحقيق الاستدامة والمرونة، وذلك من خلال تنويع السياسات المالية وتعزيز الاستثمارات ودعم القطاعات الحيوية. وتتجلى هذه الجهود في التقارير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي يسلط الضوء على التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري. أكدت مؤسسة التمويل الدولية أنها ستضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعماً للتنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا، وذلك في قطاعات رئيسة من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل. أوضحت المؤسسة أن هذه المشروعات تستهدف دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة وشركات متوسطة الحجم، وتشمل برنامجاً استشارياً مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر لتوسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر. في أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بتقليص الإمدادات في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلا عن قوة الطلب وتخفيضات طوعية في الإنتاج. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.2% لتبلغ نحو 83 دولار و55 سنت للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% ليبلغ نحو 79 دولار و30 سنت للبرميل. كما قفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.6% لتصل إلى دولارين وثلاثة وأربعين سنت للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.3% لتسجل نحو دولارين وخمسة وعشرين سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024. أكدت أوبك أنها ستحول التركيز إلى الطلب المتوقع على النفط الخام من تحالف أوبك بلس، ويشير ذلك إلى أن التحالف هو الآن المنصة الرئيسية للتعاون لدعم سوق النفط. أشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2,250,000 برميل يوميا في عام 2024، وبوقع 1,850,000 برميل يوميا في عام 2025. توقع رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن يستمر التضخم في الانفاق أو في الانخفاض حتى نهاية عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقيق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول. تأتي تعليقات باول بعد وقت قصير من صدور بيانات جديدة أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في أبريل بوتيرة أسرع من المتوقع، وهي إشارة محتملة إلى تزايد الضغوط على أسعار المستهلكين. هذا وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% منذ يوليو.
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة من الزيادات الحادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية تشمل السيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر والمنتجات الطبية. وبتلك الخطوة يخاطر بايدن بمواجهة مع بكين في عام يخوض فيه الانتخابات الرئاسية في محاولة لجذب الناخبين الذين لا ترق لهم سياسته الاقتصادية. توعدت الصين على الفور بالرد مؤكدة أنها تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وستتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها، داعية الولايات المتحدة إلى إلغاء هذه الإجراءات.